هناك كثير من أسئلة المشاهدين حول هالموضوع. منا مثلا سؤال لممدو يعقوبي بيسألك: هل من يقتل من حزب الله في سوريا هو شهيد؟ شهيد لأنه قتل أطفال المسلمين، شهيد لأنه روعهم، شهيد لأنه دمر بيوتهم، شهيد لأنه عم يحرر فلسطين. لا، ليس شهيد، ليس شهيدا، هذا إلى جهنم أكيد بنص القرآن الكريم.